Yes. Still. How much? No one. Pagpila ni siya doon. Kani. How much? Wait, you're gonna change. 1 kilo 250. Ilan na yan? Ah, baleo si Kuhane, be. Ay, wala eh. Ayan lang sila na. Ay, sorry. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الفلبين بالعربي. من عادتي دائما أن أنا لما باجي أعمل فيديو ببتدي في الانترو الأول، وبعد كده الانترو اللي هو البداية، وبعد كده بسجل الفيديو، وبعد كده بعمل النهاية اللي بقول فيها بقى إيه، وتعمل سبسكرايب ومش عارف إيه والكلام ده. لكن النهاردة الأول مرة أن أنا بعكسها، يعني ببتدي الانترو ده بعد لما أنا سجلت، وده الاسباب يعني معينه. بعد لما انا رحت السوق النهارده، انا هروح السوق، فبعد لما رحت السوق ودخلت البلنكي وركنت الموتوسيكل بره والكلام دوت، فافاجئ ان انا نسيت المفتاح بتاعي بره خالص، تمام، سايبه في الموتوسيكل. المفتاح كان محطوط في شنطه صغيره اللي هي الباك دي، وكان متعلق في المفتاح كده، تمام، يعني كده مفتاح الموتوسيكل متعلق فيه الباج، والباج كان فيها الكاميرا 360، وكان محطوط فيها المايكات بتاعتي والحاجات بتاعتي، تمام، والاغراض بتاعتي. وكان في الشنطه بتاعت الموتوسيكل كمان كان في المحفظه بتاعتي وفي حاجاتي في الموتوسيكل، وكان طبعا متساب مفتوح. وده يعني اثبت لي ان نسبة الامان هنا في سان كارلوس يعني نسبة امان رهيبة، بسم الله ما شاء الله عليهم. يعني انت اقتنع تمام ان انت لو اغراضك سبتها في اي حتة، بعد ساعة اتنين تلاتة هتلاقيها مكانها، محدش هيقرب ناحيتها. وده يختلف عن مانيلا، يعني ده من ضمن الاشياء اللي هو يختلف عن مانيلا، ان مانيلا انت لو سبت حاجة، بس انا مش بقول ان مانيلا سيئة للدرجة يعني، لكن بقول ان الاختلاط المنطقة يعني فيها مثلا نقول 20 مليون، 25 مليون، 30 مليون من بني آدم موجودين في مانيلا وضواحيها، ف يعني مخلي الموضوع ان لو حاجة ضاعت منك ممكن ما تلاقيهاش، ممكن واحد ياخدها وبقصد ان هو عايز يدور على صاحبها فبيدور عليك، فانت بتدور عليها فما تلاقوش بعضكم فكده. لكن هنا الشخص ما حدش بيمد ايده على حاجة، ولو حصلت اي مشكلة هنا في سان كارلوس بتلاقي كمية رهيبة من الناس
بتتلم وبتحاول تفض المشكلة، وبتلاقي الشرطة وبتلاقي الجيش وبتلاقي يعني في محاوطة للمشكلة دي ايا كانت، كانت مشكلة خناقة، ناس بتضرب بعضها، طلق ناري، الكلام ده. ونادرا لما يحصل حكاية، يعني ممكن تلاقي مثلا جريمة قتل كل سنة ونص، حاجة زي كده. فالمهم انا كنت النهاردة رايح السوق، وطبعا بعد طلبات الناس الكتيرة من حكاية ان انا اسجل في السوق، وانا سجلته كذا مرة بس مش عارف ايه الهدف، رغم ان في مثلا سوق زي سوق اربان، سوق اللهم صل على النبي، سوق موقف السيارات، او اللي هو في سوق كده موقف السيارات، تمام، هو سوق صغير يعني، بس مش هو خاص سوق خضار، بس الناس مصرة ان انا اصور البلنكي، رغم ان انا صورته كذا مرة ودي المرة الرابعة على ما اظن، تمام. ف يعني هتشوفوا دلوقتي معايا، طبعا انا صورت على مراحل، يعني ممكن هتلاقوني ان انا بتكلم في مكان وبرجع تاني في مكان تاني، فصورت في ايام في حتة وبعد كده رجعت تاني في ايام في حتة تاني. فهتشوفوا النهاردة السوق، تمام، حاولت اصور في اللحمة عند بتوع اللحمة وعند كذا حتة يعني. فيا رب تستمتعوا النهارده بالفيديو ويلا بينا. ليه بقى انا بخش دايما بالبوابة دي؟ البوابة دي الباركن قدامها دايما مجاني، تمام، لكن البوابات التانية بالباركن بتاع الموتوسيكل بتحسب بفلوس، عشان كده انا بقى هنا بقى ايه ده، هنا في البالينكي سوق الاحذية. طبعا مراتي سابتني وراحت بقى ايه تشتري اغراض وبتاع والكلام ده. هنا سوق الاحذية و البلاستيكات عامة. هلو، انا راح اشتري دقيق، تمام، بس اللحوم بس هنخش واحدة واحدة، بس ايه واحدة واحدة كده. هنا البلنكي مش اول مرة هدخله، بس يعني دي او مش اول مرة صوره، لكن دي مثلا نقول المرة السابعة، والمحل ده مش اول مرة برضو صوره. الو، ده فلور، ده كيلو فلور؟ لا لا ولا على حظنا. ده بقى سيدي سوق الخضار، تمام، خيار وموز. طبعا هو سوق الخضار هنا مفتقر شوية يعني. هلو، هاف فلور، فكرت عندها دي. طبعا احجام البتنجان هنا واحجام الحاجات اللي هنا دي احجام غريبة شوية، احجامها هنا غريبة. كده اروح اشتري طباكو. هلو، where is your mother؟ سي ار سي ار
هاتو ستريت هاتو. It's okay, and I take one more. That tobacco. Smoke tobacco, it's healthy. Healthy. All is damage your chest. Tobacco is healthy smoke. ده أنواع التبغ اللي عنده. ده التباكو. جود باي مروانا مروانا. ده بقى سوق السمك المجفف البيض 5.54. ده السمك المجفف عورت رجلي وانا لما بقول لي مروانة انهار اسود هيودينا في داهية. دي الماركتات بقى اللي هي ايه حواري الماركتات. شايفين السوق عامله ازاي من جوه؟ السوق عامله ازاي من جوه؟ ده السوق من جوه. ده بقى سوق الجمله والقطاعي وكله مع بعضه كده خلطبطه بالصلصه. طبعا بسبب الكورانتين الحال نايم على كله. دي بقى هنا الناس اللي بتبيع الكترونيات. دي الناس هنا اللي بتبيع الكترونيات كده طالع على الشارع. تمام. هنا السوق من بره. الرز طبعا انا هسأل كل واحد يبقى ايه مش هخلص انا النهارده يعني. انا هسأل كل واحد انا بعمل كده ايه فيديو على السريع في البلنكي. تمام. كنت راح اشتري دقيق ما لناش دقيق. هنروح نشتري من ايه؟ من حتة تانية بقى. اوكي. والله الناس طيبين قوي يا خال. ده البن. طبعا البن. How much of that coffee? That coffee? Yes. Turkish coffee or what? Coffee. Turkish coffee or what? That normal coffee, Filipino coffee? Filipino coffee. How much is this one? 65 pesos. 65 pieces. You don't have Turkish coffee, huh? Here. Only Filipino. Salamat. ده بقى سوق الخضار برضو. أو الفواكه مش سوق خضار بقى ده سوق الفواكه. الفواكه دي امرها ان هي موجوده عندي. تمام. بحكم ان انا في منطقه زراعيه فموجوده عندي بغداره. فيعني ايه شفت لما بيتمنعوا لو انا سالت. تمام. بحس ان انا يعني ايه بصطنع السؤال. ده السوق المجفف. هنا بقى الحاجات اللي برضه سوق المجفف. سوق السمك المجفف.
ورجعنا من حي سوق تاني، نخش على سوق السمك. السمك السمك because the foreigner? No. That's the price now of the fish. Ah, because no. صدق مفيش سمك النهاردة كتير، مفيش سمك النهاردة كتير. السوق ده بيكون متروس سمك، متروس سمك، مفيش سمك النهاردة كتير خالص. مفيش سمك النهاردة خالص. حتى تلابيا مش موجودة، او زي عندنا كده ايه المصريين يقولوا عليها الشبار، هي شبه الشبار تلابيا. السمك هنا مش موجود خالص. فيش الا القواقع. السوق ميت النهارده، ميت ميت، فيش الا القواقع بس. حتى سوق اللحوم ميت، مش عارف في ايه. هو عايز ايه اصوره؟ What's your name؟ دينيس. دينيس؟ دينيس؟ فيش بندو. اوكي. Go home Sipawai. You stay in Sipawai. You know my dreams, I want to go to Sipawai. but have pandemic now. I cannot go. It's okay. I know. Must I have the license from the barangay? Okay. Oh. Thank you. Thank you. Salamat. Salamat. Hello. Hello. بسوق اللحوم. What ماكو مشكلة؟ What mean ماكو مشكلة؟ ما في فلوس؟ ولا كوارتا؟ ولا فيرة؟ Why? No money, no honey. No money. You want me? I'm your boyfriend. Akel haram.
حرام اه اه حرام اه اه اي نوت لايك ذا بورك حرام يو ثينك اي اي ايت ذات ها نو 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 اي نوت ايت ذات اونلي جوت ميمي سلامات ناس طيبين قوي قوي يا خال طبعا انا جيت السوق ده قبل كده مرتين ثلاثه نتابع المطاعم هنا هلو فريند هلو اوبس 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 المايك وقع بس مش مشكله هنا بقى اللي هي الخردوات والخردوات ولعب الاطفال هنا طبعا صورت قبل كده وعملت شورت للفيديوهات كان في البلينكة قبل كده ان شاء الله هضيفها عليها تمام فما حدش يستغرب ان انا صورت سوق السمك مثلا مرتين سوق اللحمة مرتين تمام يعني حجم على الاثنين على بعض كده انا خارج السوق وكده بقى ان شاء الله اروح بكده انا قدام السوق اهو تمام وشكل لكل الناس اللي تابعتنا ويا ريت ما تعملوا لنا سبسكرايب ولا تعملوا لنا شير ولا تعملوا لنا لايك ولا تعملوا لنا اي حاجه اللي مش عاجبه القناه يعمل لايك واللي عاجبه القناه ما يعملش لايك اعكسوها على طول شكرا لكم جدا ويا رب تكونوا استمتعتم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.